طاسة على النار، احط فيها مادة دهنية. انا هحط زيت على زبدة، معلقتين كبار من الزيت، معاهم معلقتين كبار من الزبدة، نص كوباية من الدقيق. هقلب كويس بالشكل ده كده، يا دوب بس ريحة الدقيق بتاعتي تطلع. دلوقتي مكعب من المرق، يا دوب بس ياخد تشويحة. هنزل بقى بالحليب، هقلب. كل ما شوية من الحليب يختفوا هنزل بشوية اللي بعدهم واقلب. دلوقتي البشاميل بتاعي ابتدى يغلي، هحط كام شريحة كده من الجبن الشيدر. انا الجبنة دي انا عاملاها في البيت، لو عندنا جبنة مبشورة مفيش مشكلة، المتوفر يعني، ولو مش موجودة خالص مش اي مشكلة خالص، بس بتدي طعم حلو قوي. هقلب لحد ما تسيح معايا. دلوقتي لتعزيز الطعم هحط كمان معلقة من اللبن البودر، وده اختياري برضو، لو مش موجودة مفيش اي مشكلة خالص. هقلب كويس. دلوقتي معايا التوابل بتاعتي عبارة عن ايه، عن بابريكا، ملح، فلفل اسود، كمون، ورشة من بودرة الجبنة، وكمان دي اختياري لو مش موجودة مفيش اي مشكلة خالص، بس هي بس بتعزز الطعم. بودرة الجبنة متوفرة عند اي عطار عادي جدا، هنلاقيها بكل سهولة. دلوقتي بقى اخر حاجة معانا خالص قبل ما نطفي النار على طول، نص كوباية من الجبنة الموتزاريلا بالشكل ده كده، يا دوب بس هقلبها تقليبة واحدة بس وهطفي النار. ممكن كمان اطفي النار دلوقتي واقلب على سخونية البشاميل بتاعي او صوص الجبنة بتاعي. دلوقتي بقى صوص الجبنة بقى جاهز معايا، هطفي عليه النار في طاجن بقى او في طاسة او في اي حاجة احنا حابينها، شوية حلوين كده من صوص الجبنة بتاعنا بالشكل ده كده، شوية محترمين يعني. عندي هنا بقى ستريبس، باسترما، برجر، اي حاجة موجودة عندنا. ده كان باقي من الولاد فقررت اعمل بيه الطاجن الجميل ده. شويه متحمرين فاتح وشويه متحمرين غامق، ابن اللي محمرهم فعادي جدا حسب ما بيطلع معاه الحاجه بيطلعها مفيش اي مشاكل. شويه كده حلوين محترمين بالشكل ده. عايزه كل لقمه يكون فيها قطع من الستريبس، شوية تانيين على الوش من الجبن اللي معايا، هوسع بس كده. معايا بقى شوية كده من الفلفل المخلل، ممكن يكون حامي الهالبينو يعني، يا اما عادي بالشكل ده كده. هو مش شكل بس لكن بيدي طعم حلو قوي، بيفرق جدا في الوصفة. دلوقتي بقى الطاجن التحفه ده هندخله الفرن على اعلى درجه حراره، هياخد تقريبا من نص ساعه، من نص ساعه لخمس دقائق لنص ساعه، ويكون جاهز معانا وتحفه كمان. لازم تجربوا بجد، الوصفه دي حلوه جدا. وبكده بقى جاهز معايا احلى طاجن كريسبي، ريحه وطعم وهميه بجد، حلو جدا مع عيش طازه، يبقى الحكايه ملهاش حل. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واللي يعجبه الوصفة ياريت تسيبلي رأيه في كومنت، وما تنسوش تعملوا لايك. سلام.